FM. الكلمة ليك. هو هذايا اللي كي قلناه اللي هو خدمة تعليم ناضح حتى الأستاذ العكرمي معناها سبق له هو معناها حكى في هذا الموضوع أنه الناس كي أرات نداء تونس أنه أصبح بالحجم والكبير اللي وصلته وأنه النهضة ما لم معنا في عندهم هما القيادين متاعهم الأساسيين متاعهم خلينا ما نقولش تاريخيين المكتب خاصة متاع راشد موش كلهم لأن في النهضة فما ناس معناها الحق وقال معناها فيهم العقلاء وفيهم معناها اللي هما وطنيين أكثر معناها ما نجمش نزيد عليهم خموا أنه الحزب هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال باش تخليه تتركه إلى 2019 باش يعود لك نفس معناها العملية الانتخابية والسياسية أنه يعود يرجع في المشهد السياسي ويكون هو صاحب معناها السلطة في 2019 هذا معناها من ناحية تشريعية ومن ناحية رئاسية من غير ما نحكيه على معناها الانتخابات البلدية خمت هي بالنسبة لي هي إذا كانت تقول لك أنه معناها القلعة معناها المحصنة تأخذ من الداخل خذوا البراء دروا اللي هي لابلو فابل نجم تقول في بالنسبة لنداء تونس واقتربوا إلى سي حافظ قيد السبسي قالوا له أنت المرشح الأول باش تكون الخليفة نتاع والدك بعد عمر طويل في الموندا توفى الموندا أنت تكون مرشح وما تنجم تكون مرشح لما تكون رئيس نادي تونس وبالتالي أصبح السيد هذا الآن في الشارع وحتى في مدير تنفيذي لا يعني رئيس يعني حزب مش مدير تنفيذي صاحب ستار يعني أنت تقول بأن النهضة وضعت اليد وضعت على النداء ثقلها على النداء وأنا قتلوا أنه الناس هذوما دايور أنت تشوف أنت حتى في كي ترجع في فلاش باك معناها في التالي تلقى أنه الرئيس وقتها عمل لك اللجنة تاع 13 مش قال فما ستة من الناس يمشيوا على رواحهم ستة ولا سبعة الستة اللي هو موجودين معروفين هذوم محسن مرزوق اللي هو منظر بالحاج علي اللي هو لازر العكرمي اللي هو هاتي المجموعة اللي كانت ربما تقلق بالنسبة للتوجه اللي كانت ماشي فيه معناها النهضة في معناها بطريقة معناها وصفهم بالاستئصاليين في هو في, هو في كلمة هو يعتبرهم استئصاليين وكان معناها العمل على الخط هذاك باعتبار وأنه إذا كان يخرج المجموعة هذه اللي هي اعتبرتها المجموعة كانت سبب في نجاح نداء تونس وهي صحيح كانت سبب في نجاح تونس لأن لو أنه كانت موجودة ما كانش الرئيس معناها يتجرأ واحد معناها كما الأستاذ عبو باش تقول لك معناها تنعت الرئيس بتلك النعوت لأنها كانت منتشرة في جميع معناها المواقع بالنسبة لمعناها هذوما قلت لك مواقع الفعل يعني فعل نداء تونس وبالتالي خدمة عليه على أساس يقع معناها وجات معناها المؤتمر مش مؤتمر اجتماع بتاع سوسة الانقلابي ومعناها المجموعة اللي كانت الغالب سير إذا بالحاج كان معناها في معناها من ناحية السياسية من اعتبرها أنه ما كانش معناها أقل ما يقال معناها ما كانش سليم في القراءة السياسية اعطى المفاتيح الحزب كان في القصر الحزب معناها كان اعطى المفاتيح متاع الحزب إلى سي حافظ قيد السبسي الكلمة ليك